وللمزيد ينضم إلي الآن من القاهرة سيد أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. سيد أشرف، في البداية أرحب بك. إذن لقاءات القادة الثلاثة تتواتر، حيث ربما تلتئم بين الحين والآخر لتعزيز التعاون المشترك والتشاور المشترك بين القادة الثلاث في عدد من القضايا، على رأسهم بالتأكيد هي القضية الفلسطينية. في رأيك كيف تأتي هذه القمة لتترجم هذا التعاون وهذه الرؤية الموحدة بين القادة الثلاث إزاء عدد من القضايا وعلى رأسهم القضية الفلسطينية؟ مساء الخير لحضرتك. بكل تأكيد هذه القمة اليوم في العالمين تأتي انسجاما لسلسلة التشاور وآلية التنسيق الثلاثية بين القادة الثلاثة على مدار الثلاثة أعوام الماضية. عقدت أربعة قمم في القاهرة وفي أيضا عمان، كان آخرها في يناير من هذا العام في القاهرة. تأتي قمة العالمين اليوم استكمالا لسلسلة التنسيق والتشاور المستمر بين القادة الثلاث للبحث في أفق فيما يتعلق بالتسوية السياسية في عملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبار أن مصر والأردن تشكل الحاضنة الكبرى للقضية الفلسطينية لما تمتلكه القاهرة من كثير من أدوات الحراك على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى بحث كثير من المستجدات في ضوء أيضا كثير من الحراك على المستوى الإقليمي والدولي في الآونة الأخيرة في الإقليم فيما يتعلق بالتعاطي مع القضية الفلسطينية. وبالتالي هذه القمة لها درجة كبيرة من الأهمية فيما يتعلق بالنظر والبحث والتشاور والتنسيق الثلاثي فيما يتعلق بعدد من القضايا وجملة من القضايا الملحة خاصة بالشأن الفلسطيني في ضوء تداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة، في ضوء الاجتياح الإسرائيلي في جنين وما أسفر عنه من عمليات قتل وتنكيل بالشعب الفلسطيني، وضوء الممارسات الإسرائيلية، وأيضا بحث في صيغة تفاهم لإنجاح ما يعرف به جهود المصرية للمصالحة الفلسطينية، خاصة القرى استضافة الأسبوع الماضي في العالمين اجتماع المصالحة الفلسطينية الذي شارك فيه 11 فلسطيني فصيلا فلسطينيا، وسعت القرى لتوفير الأرضية طاولة الحوار لإقناع الفصائل والأيد الأشقاء في السلطة الفلسطينية بالإسراع بتحقيق المصالحة الفلسطينية. سيد أشرف، طيب قبل أن نتطرق للحديث رأسا على القضية الفلسطينية، بالتأكيد هناك عدد من القضايا العربية والإقليمية أيضا التي سيتحدث فيها أو سيتناقش فيها كل من القادة الثلاث. في رأيك ما هي ربما أهم هذه القضايا التي ستأتي على في ضمن أجندة هذه القمة؟ أعتقد القضايا المهمة والملحة فيما يتعلق بتعزيز أولويات أوليات العمل العربي المشترك. القاهرة في الآونة الأخيرة بذلت كثير من الجهود والحراك، وجدنا أكثر من لقاء قمة في العالمين وفي القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القادة العرب، كان آخرهم ملك البحرين وأيضا الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ومقابلة أيضا لقاء مع الرئيس الفلسطيني في العالمين الأسبوع الماضي. أعتقد أن هناك عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، البحث في الأوضاع في ليبيا، في اليمن، في أيضا فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، كذلك التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط في ضوء عدد المستجدات الخاصة بمعالجة كثير من الأزمات التي لها تأثيرات دولية على المنطقة العربية في الآونة الأخيرة، وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية من ناحية، وأيضا إمكانية أن يكون هناك توافق على ترجمة ما تم في قرارات القمة العربية في شهر قبل الماضي في جدة في المملكة العربية السعودية بشأن آليات إصلاح العمل العربي المشترك ودورة توفير استحقاقات الدعم والتضامن العربي لمواجهة كثير من التحديات في ضوء متغيرات أعتقد بعد مصالحة إيرانية خليجية إماراتية سعودية من ناحية، وفي ضوء أيضا الرغبة الأمريكية في توفير كثير من استحقاقات التلافي مع كثير من العواصم العربية لمواجهة كثير من التراجع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وإمكانية أن يكون هناك فرصة بين القادة الثلاث لإمكانيات استغلال هذا المناخ الإيجابي الذي توفره قمة العالمين اليوم، لإمكانيات أن يكون هناك فرص استكشاف وتحريك لعمليات السلام في التسوية السياسية في المرحلة القادمة من أجل مساندة الأشقاء في الأراضي المحتلة وخاصة السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة. طيب سيد أشرف، قبل أن أتطرق معك أكثر ربما للبنود الموجودة في أجندة هذه القمة، هذه القمة تعقد في مدينة العلمين الجديدة، مدينة وليدة تنمية مستدامة مرت بها مصر في الآونة الأخيرة، بالتأكيد هناك دلالة لاستضافة مدينة العلمين الجديدة لهذه القمة. كل تأكيد العالمين الآن أصبحت بالفعل منارة سياحية في الشرق الأوسط في العالم العربي وعلى منطقة البحر المتوسط. هذا الزخم الذي حدث في هذا العام تحديدا العالمين ومحققته من نجاحات في ضوء مهرجان العالمين الأخير واستضافة مجموعة من الفعاليات السياسية، كانت
اجتماعات القادة على مستوى القادة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الزعماء والقادة العرب والدوليين، كان آخرها رئيس وزراء اليونان، وأيضا مؤتمرات المصالحة الفلسطينية في الأسبوع الماضي. أعتقد أن هذا وضع العالمين على منصة تكون بؤرة للاهتمام الدولي فيما يتعلق باعتبارها منارة سياحية من ناحية، وأيضا منارة لاستضافة كثير من القمم السياسية في إقليم الشرق الأوسط وفي العالم العربي، وأعتقد أنه سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة بعد النجاح الذي شهدته العالمين، وأصبحت تتمتع بسمعة دولية كبيرة لما فيها من جهد مصري. استطاعت الدولة المصرية أن تؤكد الجدارة والاستحقاق في نجاحات مسارات التنمية في مصر وإعادة إنشاء المدن الكبرى، وجعل العالمين أحد المنارات كشرم الشيخ باعتبارها أنها ستكون حاضنة لاستضافة كثير من القمم في المرحلة القادمة، بالإضافة لمهرجانات الدولية باعتبارها تلعب دورا كبيرا في أحد روافد السياحة الإقليمية في الشرق الأوسط بشكل أكبر، وما تكون المدينة الأكبر والأغزر حضورا من حيث الترتيبات اللوجستية والنجاحات في مسار التنمية، وتمثل بكرة النجاح لمصر أيضا في إنشاء المدن الجديدة 24 مدينة. العالمين أحد هذه المدن التي استطاعت أن تسلط الضوء على مجمل النجاحات المصرية في تحقيق كل معادلات ومسارات التنمية المستدامة في مصر، لما لها من وجهة دولية وإقليمية ستكون جاذبة للعنصر السياحي من ناحية، وستكون أيضا أحد منصات المؤتمرات والقمم السياسية على المستوى الإقليمي والدولي في المرحلة القادمة، لما تتمتع به من سمعة وحضور وأيضا توفير كل مقومات النجاح السياحي وإشعاع مصدر إشعاع للدخل القومي المصري في المرحلة القادمة. نعم، هذا عن مكان انعقاد القمة، ماذا عن توقيت انعقاد هذه القمة سيد أشرف؟ يعني بالتأكيد هذه القمة جاءت ربما بالتزامن أو بعد هذه اللقاءات التي جمعت أمناء عامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العالمين ربما منذ أسبوعين، ومن ناحية أخرى تأتي هذه القمة تتزامن مع الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة في القدس وفي عدد من المدن الفلسطينية والانتهاكات التي تقوم بها. هل تأتي هذه القمة ردا على هذه الانتهاكات وتأكيدا على وضع صيغة للتفاهم للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية؟ بالفعل، كل هذه الأسباب مجتمعة التي حضرتك ذكرتيها تمثل أحد روافد جدول أعمال القمة اليوم في العالمين، خاصة هناك عدد من القضايا الملحة والضرورية على جدول أعمال هذه القمة فيما يتعلق بتوفير استحقاقات الدعم لمسار القضية الفلسطينية والتسوية السياسية في المرحلة القادمة. البلدان مصر والأردن والقاهرة بصفة خاصة لعبت في الأشهر الماضية أدوار بالغة الأهمية على المستوى الدبلوماسي الرئاسية لوقف أعمال الانتهاكات الإسرائيلية في شهر مايو الماضي باتجاه غزة، قطاع غزة، باتجاه قيام إسرائيل بعمليات ضد حركة الجهاد، بالإضافة إلى وقف التوترات في جنين ومعسفر عنهم كثير من وقوع سقوط ضحايا وقتلى، بالإضافة إلى الدور المصري الإسهامي التنموي في قطاع غزة منذ عامين وتوفير 500 مليون جنيه مصري لإعادة بناء غزة ونجحت فيها مصر من خلال مؤسسات الدولة المصرية، بالإضافة إلى البحث في استكشاف أفق لعملية تسوية سياسية في المرحلة القادمة بضوء عدد المتغيرات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى أيضا الدولي. هناك تحركات والقاهرة راغبة في أن يكون هناك بالفعل سقف من الآمال لإمكانيات إقناع الأطراف أو على الأقل القوى الكبرى في المجتمع الدولي بما فيها الرباعية الدولية وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانيات البحث لإعادة اكتشاف عملية التسوية السياسية في المرحلة القادمة في ضوء توتر الأوضاع بعد تولي اليمين الإسرائيلي الحكومة المتطرفة داخل إسرائيل وتل أبيب حاليا وما انعكس بالسلب على مسار التسوية السياسية، بالإضافة إلى البحث فيما يتعلق باستئناف أيضا جهود الترتيبات الأمنية في الإقليم وفي المنطقة في ضوء أيضا اجتماعات التي عقدت على مسار الدول الخمسة، السلطة الفلسطينية ومصر والأردن وأمريكا وإسرائيل في العقبة في شهر فبراير الماضي، ثم كان في شرم الشيخ الاجتماع الأخير في مارس الماضي، وتم وقف الاتصالات والترتيبات الأمنية أو الترتيب الأمني بين السلطة وإسرائيل بسبب ممارسات الإسرائيلية باتجاه الأراضي الفلسطينية في الأراضي المحتلة تحديدا في رام الله، وما أسفر عنه من تعطيل أي نوع من الاتصال أو قطع الاتصالات والترتيب الأمني بين السلطة وإسرائيل، وبالتالي لابد من توفير غطاء عربي مصري أردني يضمن العودة الفلسطينية إلى مسار التنسيق الأمني، لكن أن يكون هناك بالفعل حراك مصري أردني لدى الإدارة الأمريكية لإقناعها بضرورة إلزام إسرائيل بتلبية واستجابة كل المطالب أو المواقف الفلسطينية فيما يتعلق بالتهدئة داخل الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى البحث في أفق لعملية تسوية سياسية في المرحلة القادمة فيما يؤدي إلى توفير الحد الأدنى من الحفاظ على هدوء الأوضاع داخل
الأراضي المحتلة من ناحية، وأن يكون هناك بالفعل عودة أمريكية لالتزام بمتطلبات التسوية السياسية في الإقليم وفي المنطقة بكثير من الحاضنة الأمريكية بعد تراجع والخلل والتباعد في الموقف الأمريكي بشأن هذا المسار طيلة الأعوام الثلاثة الماضية ومن قبل في عهد ترامب. بالإضافة لأن التنسيق والشاور بين القادة والزعماء الثلاث في عالمين اليوم سيوفر استحقاقات فتح أفق جديد لإمكانيات توفير الدعم للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وتوفير مقومات النجاح لما يعرف بتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة التي طرحها القاهرة منذ أكثر من 9 سنوات. وكان لقاء العالمين الأخير في الأسبوع الماضي أحد الفرص التي وفرتها القاهرة لإقناع كل الإخوة الفلسطينيين الأشقاء بالفصائل بدور انتهاز هذه الفرصة للمضي قدما نحو فتح كثير من الثغرات في جدار أزمة التعقيد والخلل في المشهد الفلسطيني بما يؤدي إلى توحيد المواقف الفلسطينية وإجراء الانتخابات على المستوى الرئاسي والتشريع والمجلس الوطني الفلسطيني من خلال توحيد البيت الفلسطيني. كل هذه قضايا. بالحديث عن توحيد البيت الفلسطيني سيد أشرف وبالنظر إلى هذه القمة التي تستضيفها مصر، ما أهمية حقيقة أن مصر كانت دائما يعني الدولة التي تلعب دور محوري من ناحية ولكنها من ناحية أخرى تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، ليس لديها ربما يعني أشياء أو نعم يعني لا تحاول استغلال الموقف في فلسطين على عكس ربما يعني دول أخرى حاولت في توقيت ما أن تلعب دور الوساطة ولكن بثمن. أهمية أن القاهرة دائما كانت تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، كيف يعزز هذا دور المقاربة المصرية في النجاح؟ كل هذا يعطي كثير من عناصر الثقة للدور المصري باعتراف المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الرباعية الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، كل المجتمع الدولي بما فيها الدول الكبرى بما فيها أيضا الأطراف الرباعية الخاصة بعملية السلام والتسوية السياسية في الشرق الأوسط لديهم قناعة تلامس اليقين أن الدور المصري هو الدور المحوري، الدور الجوهري، أن مصر الدولة الاستثنائية وأيضا تتولى كثير من الحراك على المستوى القضية الفلسطينية باعتبارها تمثل الحاضنة والغطاء السياسي على مستوى ليس فقط في دول الشرق الاوسط لكن حتى على المستوى الدولي. كثير من الاشتباكات التي حصلت بين الفلسطينيين والاسرائيليين رهانت الدول الكبرى من الولايات المتحده الامريكيه والاداره الامريكيه والمجتمع الدولي على الدور المصري في تخفيف حده الاحتقان وايضا التوترات الامنيه والعسكريه بين الفصائل في غزه وبين ايضا اسرائيل. نجحت مصر بامتياز وكان المجتمع الدولي ينتظر ويترقب طيله كثير من هذه الظروف وهذه المعطيات لنجاح الدور المصري. مصر أثبتت نجاحها على مدار 9 سنوات في فض كثير من الألغاز فيما يتعلق بالتوترات الإسرائيلية الفلسطينية، بالإضافة لأنها لعبت دورا كبيرا في توفير طاولة حوار في القاهرة وفي عدة مدن مصرية لاستضافة الحوار الفلسطيني الفلسطيني من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبار القاهرة تمثل دور راعي وتقف على مسافة قريبة من كل الفصائل، تقدم المبادرات والنصح وطاولة الحوار وتقدم أجندة العمل الوطني الفلسطيني بالتعاون مع السلطة ومع كل الفصائل الفلسطينية وتربطها علاقات وثيقة بكل القيادات الفلسطينية باعتبارها تمثل الحاضنة الأكبر والأوسع فيما يتعلق بتوفير استحقاقات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. بالإضافة للجانب الإسرائيلي لديه أيضا نفس القاعة أن الدور المصري والدور المحوري الأبرز الاستثنائي في الإقليم الذي يستطيع السعي قدما نحو تحقيق كل ما يتعلق بترتيبات الامن والاستقرار في الاقليم وفي قطاع غزه وفي الاراضي الفلسطينيه ايضا من خلال العلاقات الوثيقه لمصر بكل الاطراف الاقليميه والدوليه. وبالتالي هذا الدور المحوري الذي لديه كثير من اجنحه التحليق نحو تحقيق الامن والاستقرار في الاقليم وفي المنطقه بينعكس طيله الوقت بشكل ايجابي على متطلبات الامن والاستقرار في الاراضي المحتله وتوفير الدعم والزخم للاخوه الفلسطينيين من اجل التوافق على القواسم المشتركة لمعالجة كثير من الحدود الخاصة بالتسوية السياسية سواء في الأراضي المحتلة أو في إقليم الشرق الأوسط بصفة عامة. من القاهرة سيد أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، أشكر جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.